تتزايد في الآونة الأخيرة القصص حول سائقي توصيل الطلبات، وانتشرت عدة فيديوهات لهم تظهر تجاربهم ومعاناتهم مع الزبائن اللي ينسى البعض منهم بأنهم يعملون من أجل تأمين الرزق بالحلال. الفيديو التالي نشر على منصات التواصل الاجتماعي وسلط الضوء على سائق توصيل طلبات نال إعجاب الجمهور بسبب سعة صدره وأخلاقه في التعامل مع الزبون، في حين تلقى الزبون الذي لم يقدر جهود وتعب هذا العامل تلقى نقد كبير. شاهدوا معي هذا الفيديو. نعد؟ شلون؟ نعد؟ ايش قريت؟ شاق وياي انت؟ على شنو شاق وياك؟ عم وياك طالب مني انت؟ شلون تقول لي نعد؟ ما قلت لك نعد، انا قلت لك نعم. والله قلت لي نعد. لا يا خالي لا ما قلت لك. تمام بس اعطيني 3000. انا ما متفق وياك كروت. شلون ما متفق؟ ما متفق وياك، هو قال لي راح تزلك الطلب والفلوس الحين طاهر. اي انا ما اشتغل يومهم، انا اخذ توصيلي 3000. مو مشكلتي هاي، انت وياهم تكون جازم خالي. يعني ما راح تعطيني؟ لا والله ما في خالي. ليش؟ يا اخي انا مو متفق وياهي. هو مقال ما اكو كروت. اذا تريد خابره يعني. الحين مو خابره، انا اشتغل في حمام، اشتغل يمك ولا يماني. يعني هسه شو اسوي؟ الطلبيه اخذها؟ لا لا خالي، عندي بدي فلوسه واصله وما اعطيك كروت. ما تعطيني؟ اي ما اعطيك. وش فيك صافي بيه هيك؟ اشتغل يمك انا؟ لا مو بس ما اعرف يعني، هي 3000 ما راح تسويش. يا خالي توكل منها، توكل منها، توكل يلا. اوكي انا اتوكل، بس ليش تحكي وياي بهذا الاسلوب يعني؟ ما حاكي قر ناجو عادي، تريد تاكل عندي في الموقف الناجو. روح الله وياك، روح عادي. يعني انت شنو تشيل لي السي؟ ما اريد شو، روح الله وياك. لا لا صح والله ما اريد شو. صحيح والله العظيم. اقول لك شيء واحد؟ ايه. عاد جيتني بهالبرد هذا راح انطيك كل انا ما اعطيك، تمام؟ لا انت ذليتني. لا مو ذل كان. لا والله ذل. لا ما ذل. ما اريد ناخذ. لا لا دزلزل في ساعتك، يلا مش منا. ليش ذليتني؟ مش منا لا ترجع. لا. اي. التعليقات المتعاطفة مع هذا الشاب جاءت كثيرة في انستغرام. كتبت منار فهد: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك، حسبي الله ونعم الوكيل بكل شخص ظالم يبخس حق الغير. أثير غازي: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف حرقه. أبو ديليفري: قد مؤدب وخلوق بس متعجب من هاي الناس، أكيد هذول ناس مو صاحية مرضى نفسيا. أما أحمد الشمري فكتب: مع الأسف البعض من المجتمع العراقي فقد إنسانيته وبدأ يتعامل بطولة اللسان واليد، وهذا الولد إيش قد تحمل، الله يجازيه على قد تحمله.